مرحبا بكم بموجز اخبار الجامعات المغربيه على قناه كامبوس ماروك تي في واهم خبرين اليوم. صدور بلاغ عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص صرف المنحه الخاصه بطلبه السنه الثانيه سلك الماستر. صدور بلاغ عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أول أمس الاثنين حول انطلاقة أشغال بناء معهد علوم الرياضة بسطات. اعتصام ليلي ليلة أمس ثلاثاء 2 فبراير 2021 لطلبة الكلية المتعددة التخصصات بأسفي للمطالبة بصرف المنحة وتمديد موعد الامتحانات الخريفية. أعلن مختبر التأويليات والدراسات النصية واللسانية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة عبد الملك سعدي بطنجة عن تنظيم مؤتمر علمي دولي حول تأويلية العلم وتأويلية الفن وجوه التفاعل والأنماط، وذلك يومين 16 و 17 يونيو 2021 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان. منح دراسية برومانيا للطلبة المغاربة الراغبين في متابعة دراستهم العليا بالجامعات الرومانية برسم السنة الدراسية 2021-2022. وقفة احتجاجية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة صباح أمس الثلاثاء للمطالبة بتأجيل موعد الامتحانات الخريفية. نهاية موجز الليلة، يتجدد لقاؤنا غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.